السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معاكم كابتن حسام في كينج شيف. النهارده بقدم لكم كاسات الليمون الجميلة دياتي، كاسات الليمون بالليمون وبعسل النحل والنعناع. أتمنى إن هي تعجبكم، وأتمنى كل المحتوى اللي بقدمه يعجبكم، ودايما بتمنى لكم التوفيق والنجاح، ودايما متابعين بعض إن شاء الله. ودي معمولة بطريقة بسيطة جدا جدا، يعني بتمنى ان هي فعلا هي تعجبكم وصحية جدا للأولاد ومغذية. ويلا ندوق كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيدة جدا وشديدة وجميلة جدا، اتمنى هي تعجبكم، واتمنى كل المحتوى اللي احنا بنقدمه يعجبكم، ودايما متابعين بعض ان شاء الله. كان معاكم ومعاكم دايما كابتن حسام في كينج شيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.